ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ غيظ وحقد وغل وحسد وكمد. موتوا بغيظكم، أمر الله قائم والتوحيد قائم، وقد ولاه الله من يعتنون بالتوحيد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد لا شرك، سنة واتباع لا خرافة. كيف لو أن الحرمين تسلط عليها الصوفية ولا الرافضة؟ كيف سيكون حج الناس؟ كيف ستكون أمورهم؟ كيف سيكون شأنهم؟ ومع ذلك هيأ الله له دولة سنية سلفية أثرية تسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين تسير على هذا الخطى. ولذلك ناوؤوها وشانؤوها وعادوها ورفعوا لها، حتى نسمع من شذاذ الآفاق من يقول الحج غير آمن. موتوا بغيظكم آمن، وسيحج الناس ويسأل الله أن يسهل للحجيج أمر حجهم وأن يردهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين من الأذى غانمين الأجر بعيدين عن الردى. وفق الله ولاة أمرنا على رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وهو ولي عهد محمد بن سلمان على ما يقومون به، ورجالات الدولة الذين معهم ومن يقومون بخدمة الحجيج أعظم الله لهم الأجر والمثوبة، فهو جهد الليل والنهار من مدة وهم يعملون. وما سمعنا من هذه الأمور التي نالت تطوير أمور منى والخيام وهذه الأشياء كلها قرب إلى الله عز وجل، وهذا من توفيق الله لها. ألا ترون أن العداء مستمر وقد صرفه الله؟ صنائع المعروف تدفع وتقي مصارع السوء. نعم.